وقد الإمام مالك رحمه الله قال: هذا العلم لحمك ودمك، فاعرف عمن تأخذ فإنك ستسأل عنه يوم القيامة. يعني إذا كان هذا العلم هو لحمي ودمي، يعني مثل ما أحرص الآن على أني أحافظ على صحتي من الأمراض وآكل ما هو طيب ومفيد، كذلك يجب عليك أن تحرص على أن تأخذ العلم الصحيح من أهلي، إنما هو لحمك ودمك، فاعرف عمن تأخذ منه فإنك ستسأل عنه يوم القيامة. إذا وقفت بين يدي الله عز وجل ماذا ستقول؟ من أين أخذت هذا العلم؟ من الأجهزة؟ من فلان الذي قال لنا انشروه؟ ويأتون بدعوات الله يوفق ويستر ويرحم، ومن هالدعوات المصفصفة لمن نشر هذا المقطع، وإذا بهذا المقطع فيه ما فيه من الأباطيل والمخالفات الشرعية، والناس يرسلون لأنهم يحبون الخير. قد تشارك هذا الذي علم الناس الخطأ، تشاركه، بل تشاركه بالإثم. لا تنشر إلا من تستوثق تماما 100% أنه حق. إن كان عندك ريب تنشر، فلا تنشر، لست بملزم.